جرائم عدة في حق الليبيين ارتكبها المصرف المركزي بطرابلس، واختلاسات نقدية بمليارات الدولارات لم تكشف تفاصيلها حتى اليوم. فإذ بالمصرف المركزي بطرابلس والذي يسيره المحافظ المقال من مجلس النواب الصديق الكبير يمضي في طريق النهب والسرقة والتلاعب بأموال الشعب الليبي، كما يساهم المصرف بشكل رئيسي في عملية دعم المرتزقة السوريين الذين جلبهم سراج من تركيا. عوائد الثروات الليبية والمتمثلة في النفط والغاز تذهب بواسطة مركزي طرابلس مباشرة إلى الميليشيات الإرهابية في المنطقة الغربية وعناصر ما يعرف بمجالس شورى ثوار ومجاهدي بنغازي ودرنة، كما للاعتمادات الوهمية التي يتبناها الصديق الكبير نصب الأسد في هذه العوائد، ناهيك عن الصفقات المشبوهة الموقعة مع تركيا، بالإضافة إلى الفساد المتفشي في السفارات والمراكز الثقافية الخارجية التابعة لحكومة الصخيرات، والتي تجاوز قدر الإنفاق في إحداها فقط خلال الفترة الماضية سقف 200 مليون دينار الليبي. ومن جانب آخر، فقد تلاعب المصرف المركزي بطرابلس بالسعر الرسمي لصرف الدولار تلاعبا ملحوظا، ففي عام 2018 قرر تغيير سعر الصرف من دينار و35 قرش مقابل الدولار إلى 3 دنانير و90 قرش تحت حجة انخفاض الاحتياطي العام من العملة الصعبة، ومن ثم خفض سعر الصرف بقيمة 20%. تلاعب مركزي طرابلس بسعر الصرف أدى إلى ارتفاع أسعار السلع بشكل ملحوظ، ما سبب تدهورا للوضع المعيشي داخل البلاد، وكل ذلك نتيجة هيمنة الميليشيات الإرهابية على مفاصل الدولة في المنطقة الغربية.